ترأس والي جهة درعة فيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد بوشعب يحضيه بمقر ولاية درعة فيلالت الاجتماع الأول السنوي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية الذي خصص للمصادقة على مجموعة من المشاريع التي تهم البرنامج الثالث لسنة 2022 والتي قدر عددها ب25 مشروعاً. كما صادقت اللجنة على برنامج عمل ميزانية 2023 والذي يهم الأشخاص في وضعية هشاشة والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأيضا المحاور الأخرى المتعلقة بهذا البرنامج الرابع، واللي حنايا بالنسبة للجهة ديالنا بصفة عامة عندنا يعني مؤشرات النقص في هذا المحور الرابع صحة الأم والطفل، وهذو المشاريع اللي يعني غتهز لينا من هاد المؤشرات في الإقليم ديال الرشيدية وبالتالي في الجهة بصفة عامة. يمكن فاش قبل ما يتغير، لأن حتى ملي داك عامل المشروع تيطرح واحد المشروع يمكن تيبنيه على ديك الجماعة اللي هو فيهم، ملي تيجي للمنافسة تيدخل مع ديك مع الناس اللي عندهم عاود مشاريع على مستوى الرشيدية ولا مستوى واحد المدينة حضارية ولا شبه حضارية، ما تيتخذاش بعين الاعتبار وتنمشيو مع اللي هو اجود، وهنا تيتم يعني ما تيتحضوش يعني بالاعتقاد. هذا الاطار صرح اوزواغ طارق علي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعماله اقليم الراشديه لجديد انفقال. طارق علي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الرشيدية ولاية جهة درعة فيلالت، فاليوم عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رئاسة السيد الوالي اجتماعها الأول السنوي، فخصصت هذا الاجتماع للمصادقة على مجموعة مشاريع تهم البرنامج الثالث برسم سنة 2022 اللي هي 25 مشروع بكلفة إجمالية تفوق 2,700,000 درهم، وأيضا صادقت على برنامج عمل سنة 2023 اللي كيهم برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة اللي كان مجموعة ديال المشاريع ديال خمسة ديال جوج ديال المشاريع بكلفة إجمالية ديال 5,350,000 درهم، وأيضا البرنامج الرابع اللي كيهم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة اللي كانت المصادقة على مجموعة ديال 15 مشروع بكلفة إجمالية تفوق 30 مليون ديال الدرهم. حيت